الأغصان ومقطعات النيران. في عذاب قد اشتد حره يزيد ولا يبيد، وباب قد أطبق على أهله في نار لها كلب ولجب ولهب ساطع وقصيف هائل، لا يضعن مقيمها ولا يفادى أسيرها ولا تفصم كبولها، لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيقضى. فهل سمعتم بمثل هذا الثواب والعقاب؟ ما للناس من هول نام طالبه وأدركه هاربه أو تشاغل عنه بغيره. تشاغل أهل الدنيا بدنياهم وتشاغل أهل الآخرة بأخراهم، فأما أهل الدنيا فأتعبوا أبدانهم ودنسوا أعراضهم وخرجوا عن ديارهم في طاعة مخلوق مثلهم، تعبدوا له وطلبوا ما في يده وأذعنوا له ووطئوا عقبه، فصار أحدهم يرجو عبدا مثله ولا يرجو الله وحده، يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله في الكبير ويرجو العبادة في الصغير، فيعطي العبد ما لا يعطي الرب، ويخاف العبيد في الرب ولا يخاف في العبيد الرب. فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع بعباده؟ أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقهم ضمارا ووعدا. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها في قلبه آثرها على الله تعالى، فانقطع إليها وصار عبدا لها. وأما صاحب الطاعة فاتبع أثر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسلك مناهجه، ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف له في الأسوة الحسنة، ودليل له على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها، وقد علم أن الله زواها عنه اختيارا
وبسطها لغير احتقار. وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله عليه السلام، إذ يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب لحمه. وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها. وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليهما السلام فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزن ولا مال يلفت ولا طمع يذل، دابته رجلا وخادمه يدا. فتأسى بنبيك الأطيب الأطهار صلى الله عليه وآله وسلم، واستنى بسنته حين حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى. وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره، قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه وتعالى أبغض شيئا فأبغض، وحقر شيئا فحقر، وصغر شيئا فصغر. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله، وتعظيمنا ما صغر الله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله تعالى. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة لإحدى أزواجه غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه،
وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها ريا شام ولا يعتقدها قرارا أو يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذا جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله بذلك محمدا عليه السلام أم أهان. فإن قال أهان فقد كذب والله العظيم وأتى بالإفك العظيم، وإن قال أكرم فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. فتأسى متأسم بنبيه واقتص أثرا وولج مولجا، وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة، بلغ عن ربه معذرا ونصح لأمته منذرا ودعا إلى الجنة مبشرا وخوف من النار محذرا، خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجار حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله رحمة وحجة فجلت ووصلت إلينا نعمه بنعمة أسبغها علينا، فبلغ رسالات ربه وناصح لأمته منذرا وداعيا. فما أعظم النعمة علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبه هدانا الله من الضلال واستنقذنا به من جمرات النار وبصرنا به من العمام وعلمنا به بعد الجهالة وأعزنا به في خلتنا وكثرنا به في قلتنا ورفع به خسيسنا، ونحن بعد نرجو شفاعته، والله أوجب حقه علينا فأمرنا بالصلاة عليه فصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ عليه السلام من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين،
قد عظمت الله فلم تأل في تعظيمه، وحمدته فلم تأل في تحميده، وحثثت الأمة وزهدت ورغبت. فقال عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم ومواطن الحلم ومصابيح الظلام وينابيع الحكام. نحن أصحاب رايات بدر، لا ينصرنا إلا مؤمن، ولا يخذلنا إلا منافق. من نصرنا نصره الله، ومن خذلنا خذله الله في الدنيا والآخرة. ألا إن ناصرنا ومحبنا ينتظر في كل صباح ومساء الرحمة من الله. وإن عدونا ومبغضنا ينتظر السطوة من الله كل صباح ومساء. فليبشر ولينا بالأرباح الوافرة والجنة العالية، ولينتظر عدونا النقمة في الدنيا والآخرة. وقد عرفت أن أقواما بايعوني وفي قلوبهم الغدر، ألا وإني لست أقاتل إلا مارقا يمرق من دينه وناكثا ببيعته، يريد الملك لنفسه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وإنما يقاتل معنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها.